رابعا حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامسا حل مجلس الوزراء. سادسا إنهاء تكليف ولاة الولايات. البيان بكل ما يحتوي مرفوض تماما، مطلوب حكومة مدنية، حل المجلس العسكري، ما في أي تفاوض مع العساكر حتى بعد تسقط الثاني إن شاء الله بإذن واحد الأحد. الشعب عنيد والشعب صابر والشعب مصندد على إنه الحكومة لازم ترجع مدنية. ده بيان هزيل ولا بيعني أي حاجة للشعب السوداني. لو ذاعوا البرهان ولو ذاعوا عبد الزنبار، الشعب السوداني حدد موقفه من أي حكم عسكري.